السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. نتمنى يا ربي كل ما كيشوف هذا الفيديو هذا يكون بصحة جيدة. ما نطولش عليكم، اليوم جيتكم فكرة جديدة ورائعة، وكلمة رائعة قليلة في حقها. الكيك الباردة اللي كتكون من 3 طبقات صراحة كتجي بنينة 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 بنينة. كنتمنى انكم تجربوها. وقبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بتعليقاتكم او انتقاداتكم. مرحبا، يعني اللي جات من عندكم مرحبا بها. نتمنى يا ربي نكون خفيفة على قلوبكم، وبارطاجيوها مع اصحابكم وعائلاتكم لتعم الفائدة. نبداو على بركة الله. بسم الله، نبداو على بركة الله. اللي غنحتاجو لهاد الكيك، الطبقة الأولى اللي غنحتاجو فيها هاد الكيك هادي، غادي نحتاجو ليها 2 ديال البيضات، 100 غرام ديال الدقيق، 75 غرام ديال السنيدة، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، 6 سنتيلتر ديال الزيت، و 6 سنتيلتر ديال الحليب، 1 ساشي ديال الفاني، 1 الخمارة، وكبيسة ديال الملح. اكيد هاد الكيك هذا، يعني حنا ما غاديش نديرو، ما غاديش نطلعو البياض ولا هذا، يعني بغيناها كيك ما تجيش عاليه بزاف، بغيناها تكون عاديه. يعني غادي نخدموها عاديه بزاف. بسم الله، نزيدو السنيده. صراحه كتجي هاد الكيك صراحه رائعه، كلمه رائعه قليله في حقها. بحال القبيسه ديال الملح، فاني، ونخدمو هاد العناصر مزيان حتى ينسجم لينا الخليط. غنحتاجو لا باطاغ لا والو. نزيدو الحليب، نزيدو الزيت، صافي. وغادي نديرو الكاكاو، ضروري نغربلوه. نزيدو شويات دقيق على قولة الأكبر، دقيق هادوك الحبيبات اللي كيبقاو ضروري نهبطوهم لأنه العبار. وغادي نزيد خمارة. صراحة الكيكة ساهلة، ضروري هاد الأشياء هادي بحال الخمارات بحال الدقيق بحال الكاكاو، ضروري خاصنا نعودو نغربلوهم. هاكا فيها كريات، لأن الخمارة هي كلها بقات هنايا محبة. صافي، دابا انا عندي 100 غرام ديال الفورس، ولكن ضروري كنديروه بالتدريج، يعني كان دائما كيف ما كنقولوا ان كل دقيق على حسب. انا مع بنت لي خفيفه بزاف، يعني هي هذيك. نتوما يعني ضروري خصكم تشوفوا الدقيق على حسب النوع ديال الدقيق. نتوما انا جاتني عبار 100 غرام هي هذيك. ندير الفران يسخن من الفوق ومن التحت، صافي. دابا غادي نخوي في هاد الاطار هذا، درت ليه البابي من التحت. دابا غنخوي الكيك ديالي.
دابا غندخلو يطيب غادي نشعل عليه كيف ما قلت لكم من الفوق ومن التحت تقريبا واحد 180 درجة حيت تشوفوه انه شد مزيان صافي ونخرجوه انا دابا غادي نديرها طيب ومن بعد ما طيب ونرجع لكم باش نكملو التتمة ان شاء الله هاي دابا من بعد ما خرجت الكيكه هي باقا سخونه دابا غادي نمشي ندير السيرو باش غادي نسقيها غادي نحتاج فيه كاس لاروب ديال الماء ديال العنبه ومعلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان اولا نسكافي غادي نديرهم دابا يغلاو ونرجع معكم ودابا ها هو سيبت القهوه ومن بعد ما غلا دابا غنسقيها يعني خاصها تشرب ديك السقوة كاملة ها هي هي غنكملها صافي ودابا غادي نحطها على جنب حتى تشرب هاد السقوة اللي انا درت ليها وننتقل للمرحلة الثانية خليكم معايا واللي غادي نحتاجو للطبقه الثانيه غادي نحتاج جوج ديال الفلان كراميل لحجم كبير كما كتشوفوا معايا غادي نحتاج واحد 200 غرام ديال لا كريم كويستون او لا كريم ديال الطياب وغادي نحتاج نص سيترو ديال الحليب وغادي نحتاج 17 قطعه ديال اي صابلي يعني متوفر عندكم تقدروا ديروه واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان اولا نسكافي اللي بغيتو دابا غادي ندير الحليب يفيض وغادي نديرو مع الفلو يعني غادي نصيب الفلو عادي غندير الحليب يفيض وندير معاه خليكم معايا تشوفوا معايا دابا غادي ندير الحليب خليكم معايا دابا ندير الحليب السيتو غادي نزيد عليه هاد الصافي ديال الفلو وإلا ما عندكمش هاد الفلو تقدرو ديرو تعوضوه بربعة فلو عادي وتزيدو السكر هذا ما غندير السكر لأنه هو أصلا تيكون حلو ماشي بالضرورة ديرو هاد النوع هذا ديرو أي فلو كراميل ماشي ضروري صافي وغادي نحرك ودابا غادي نديرو يغلى فوق من البوطه ونرجع لكم ان شاء الله ودابا انا دايره ها يغلى دابا غادي نشد كاس ديال مونيناكس ونخوي ديك 200 مليلتر ديال الكريمه وغادي نزيد هاد البسكوي هذا غادي نحاول هكذا نهرسو غير بيدي نبقى بحال هكا حتى نكمل هاد الكمية اللي عندي كاملة ونرجع هاهي من بعد ما كملتو غادي ندير واحد شي شويه ديال هاد القهوه سريعه الذوبان غير واحد شويه باش تحيد لينا ديك النسمه ديال الكريمه صافي غير شي شويه صافي نتسنى حتى يغلى ليا الفلو عاد باش نرجع باش نطحنو غير واحد شي شويه باش نخليه شي شويه يبقى غليظ شي شويه بحال هكا باش يجي في الماكله يجي شويه بحال باقيين شي طريفات تناكلهم ما يجيش كله ميات يعني مفرتات في خطره ولكن شي حاجه ها هي وهو دابا بعد ما غلى انا غادي نزيدو على الخليط الاول
صافي وغادي نطحنو. دابا غادي نخويه فوق من الكيك ديالنا. تشوفوا معايا دابا صافي. ودابا غادي ندخلها للثلاجة حتى تشد فراسها مزيان عاد باش نزيد الطبقة الأخيرة. دابا غادي نخليها واحد شويه حتى يتحيد هذا البخار هذا اللي فيها باش ما يرجعش عليا بالماء غادي وعاد باش نغطيها في فيلم اليمونتير وندخلها للثلاجه حتى نحس بهاد الطبقه هذه انا شدات في راسها باش نزيد الطبقه الاخيره وندخلها للثلاجه ان شاء الله. هي من الاحسن الا باتت ليله يعني غادي تكون احسن يعني ما كانش عندنا الوقت على الاقل واحد ساعتين حتى الثلاجه على ما تشد في راسها مزيان. دابا ندخلها للثلاجه من بعد ما تشد في راسها ونرجعوا ان شاء الله. وها هي دابا خرجتها من الثلاجه من بعد ما شدت في راسها. هي دابا ذوبت هنايا ذوبت واحد 175 غرام ديال شوكولا غيش. انا درت شوكولا غيش. نتوما تقدروا ديروا اي شوكولا هي قد ما كانت النوعيه جيده غتكون واحد النتيجه زوينه. وغادي نزيد على هاد الشوكولا غنزيد عليه دانون مسوس باش ينسجم. انا خليتها في الكاسرونه باش يذوب ليا ينسجم ليا هاد الدانون مع الشكلاط ما يحببش. ها هو بعد ما نسجم مزيان دابا غادي نخويه فوق منها صافي ونقادو على الوجه كامل هكا. حتى نقادو كامل صراحه ما كتكونش فيها شي تعب وكتجي زوينه. دابا غادي نغلفها وغادي نرجعها للثلاجه حتى تشد مزيان ونوريكم الشكل النهائي ديالها. ودابا الكيك من بعد ما شدات راسها يعني باتت في الثلاجه يعني احسن. دابا غنحاول نديمو ليها شوفوا شي شويه هكا انا عارفه الشكلاط كيشد غير شويه شناها ما بغاش تحل كنعاودو دائما الجناب. هيا تشوفو معايا دابا كل واحد يزينها
يعني على حسب الرغبه ديالكم، على حسب داكشي اللي عندي موجود. انا هنا حمرت واحد شويه ديال اللوز ايفيلي، هو اللي غنزوقو من الفوق. صافي، ها الحليوه ديالنا موجوده. واش انا كيعجبني اللوز وهذا الشكل ديالها النهائي كيف ما كتشوفوا معايا. هاي كلها كيف 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 ما كتشوفوا معايا. دابا نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا معايا، ودابا نقطع واحد الطريف. بسم الله. الشكل هذا كيكون شويه شاد. كيفما كتشوفو معايا كيفاش كتجي. رائعة. صراحة والله العظيم ليلى رائعة 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 رائعة. فنتمنى انكم تجربوها وتخليو ليا في التعليق كيفاش جاتكم. خليكم معايا تشوفوا الشكل ديالها. صراحة بهذا الجو ديال الشوكولا استودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء.